مايا ابنة الفنان الراحل محمد كانوع تحتفل بخطبتها. احتفلت أمس مايا كانوع ابنة الفنان الراحل محمد كانوع بخطبتها وعقد القران على المهندس الشاب محمد القصدي وعلى وقع الأغنية الرومانسية أنا لا شمس للفنان حسين الجسمي. ونشرت مايا صورة لها مع والدها محمد كانوع على بروفايل صفحتها على الانستجرام فيديو الخطوبة. وكذلك فعلت شقيقتها ميساء كانوع التي احتفلت بخطبة شقيقتها مايا من خلال نشر فيديو ضم العروسين وأفراد العائلتان والمدعوين وأجواء من الحفل. ودار الفيديو المعازيم وأفراد العائلتان وباقات الورود والزينة وقوالب الحلوى. ودارت الكاميرا وهي تأخذ اللقطات في منزل العروس صورا معلقة على الجدران للفنان الراحل محمد كانوع. مايا كانوع هي ابنة الممثل القدير الراحل محمد كانوع الذي توفي عن عمر يناهز 49 عام إثر إصابته باحتشاف في عضلة القلب بعد إجراء قسطرة قلبية في أحد مستشفيات دمشق. وشكلت حينها وفاته صدمة لعائلته ومحبيه والوسط الفني الذين نزل عليهم خبر وفاته كالصاعقة. وكان محبوبا من كل من عرفه والجميع يشهدون على طيبته وأخلاقه ويحظى بمحبة من زملائه في الوسط الفني. محمد ابن عائلة كانوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخويين كانوع، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان كانوع. الفنان الراحل محمد كانوع من مواليد عام 1973، بدأ مسيرته الفنية عام 1995 كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة، وشارك العام الماضي ببطولة عدد من الأعمال وفي مقدمتها العربجي ومرب العز وقرار وزير وغيرها من الأعمال الفنية. وقبل رحيله بأسبوع نعى محمد كانوع شخصية شومان في مسلسله الأخير العربجي بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبد العربجي. ونشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا وداعا شومان على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد كانوع الحقيقي. رحم الله الفنان الراحل وألف مبروك للعروسين.